مرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيت العيلة، بنستضيف فيها أسرة المهندس أشرف فاروق حلمي وهو مهندس كهرباء، والزوجة الأستاذة شروق هي بتشتغل في التدريس وبالتحديد في الفلسفة. يعني عندنا أكتر من مجال هنقدمه لحضراتكم النهاردة. اسمحوا لي قبل ما نبدأ حلقتنا أقدم لكم التقرير ده عن أسرة المهندس أشرف فاروق حلمي ونبدأ بعديه الحلقة على طول. حلقتنا اليوم هم أسرة من أهل عروس المتوسط، مدينة الجمال، الإسكندرية. الأب هو رجل الأعمال ومهندس الكهرباء الأستاذ أشرف فاروق حلمي، أما الأم فهي مدرسة مادة الفلسفة بالمرحلة الثانوية، الأستاذة شروق صلاح الجرزاوي. لدى الأسرة ثلاثة من الأبناء، هم محمود الطالب بكلية الهندسة، وشريف الطالب بالمرحلة الثانوية، وأخيرا جنى آخر العنقود. أسرة من الطبقة المتوسطة العليا، نناقش معها قضايا الساعة لدى المواطن المصري. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا، معانا اسره المهندس اشرف فاروق حلمي. احنا شفنا التقرير لكن هنقرب منهم اكتر، هنتعرف عليهم اكتر من خلال لقائنا بيهم دلوقتي. اسمحوا لي ابدا بالمهندس اشرف فاروق حلمي، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. الاستاذه شروق، يا ريت بقى نعرف نفسنا. شروق صلاح الجرزاوي ومدرسه فلسفه. مدرسه فلسفه مدرسه. اهلا بيكي. اهلا بيكي. والولاد بقى ابدا من الكبير، اتفضل. محمود اشرف فاروق محمد حلمي، اعدادي هندسه. اعدادي هندسه في البي او اي. اهلا بيك. هنتعرف على التفاصيل بعد كده. اتعرف بقى محمود، مش كده؟ شريف. شريف اشرف. شريف جريد 10. اهلا بيك. جانا. جانا اشرف جريد 6 اي جي. اهلا بيكم كلكم، ويعني منورنا في حلقتنا، وعيلة جميلة وأسرة تانية تعتبر إضافة في حلقات بيت العيلة. وأحب بقى أن أنا أبدأ بالسؤال اللي ببدأ بيه كل مرة وأقول لكم البداية خالص بقى كانت إزاي قبل الولاد وقبل أول لقاء، تعرفتوا إزاي؟ إذا هي اللي تبدأ. أنتوا الاثنين هسمعها. هو كان جواز تقليدي، قريبته تبقى صديقة لماما وعايزي تعرفنا بعد كده. زعلانه وانت بتقولي جواز تقليدي؟ كنت تتمني تتجوزي جواز بعد قصه حب مثلا ملتهبه بقى ويعني، ولا بصي اصلا ده مش شرط، يعني في ناس بتعيش قصه حب ملتهبه وبعدين تتجوز وبيبقى في خيالهم حاجه غير الواقع والموضوع مش بيكمل وبيفشل وما بيبقاش اسره سعيده. احيانا قصص حب بتبقى ممتده من ايام الجامعه ومن قبل كده كمان، وبعد ما يتجوزوا بحاجه بسيطه نلاقي الموضوع بالزبط. فشل. فانتي بتقنعي نفسك بكده ان الحمد لله ان المشاعر دي جت بقى بعد الجواز؟ بالظبط، وده كده احسن كتير، احسن ان انتي تعيشي الواقع احسن من انك تعيشي الخيال، فده بيفرق كتير جدا في حياتك. يعني انتي شفتي طباعه وشخصيته واقلمتي نفسك معاها وعرفتي تكملي حياتك وتجيبي اولاد وتربيهم تربيه كويسه، ده احسن بكتير من اني اعيش في خيال وما يتحققش في الواقع. انت كنت شايفه ان ده خيال وما دام ما اتحققش لغايه سن معين ومرحله معينه فده هو خيال، خلاص يبقى انا ابدا افكر تفكير واقعي بقى. بالظبط. يعني تنصحي بكده بنتك؟ تنصحي بكده بناتنا؟ لا بصي، هي مش رولز بنمشي عليها، هو كل واحد وله حاجه معينه بتقابله في حياته. انا بالنسبه لي لو بنتي جت في يوم من الايام قالت لي انا بحب حد وعايزه ارتبط بيه، انا مش ممنعه، بس بشرط ان الحد ده يكون حد مناسب بالنسبه لها. ده بالنسبه لي مهم قوي. ابني لو قال لي انا بحب، انا ما عنديش اي مشكله خالص في الموضوع ده. لا خالص، هي بتختلف من شخص للتاني، يعني هي مش حاجه ثابته بالنسبه لكل واحد. طيب انت بالنسبه لك المهندس اشرف كان جواز عقلاني، لكن نقول مشاعر التفاهم بعد كده والحياه المريحه اللي فيها ود وتفاهم واحترام عوضت
الناحية الرومانسية قوي اللي كنت عايز تبدأي بيها القصة. بالنسبة للمهندس أشرف، وجهة نظرك من القصة، لأنها ممكن تكون مختلفة. جواز الصالونات إلى حد ما بيبقى ناجح أكتر شوية من الحب، لسبب لأن أنت بيبقى في حاجة اسمها الطبقات الاجتماعية، بتاخدي حاجة قريبة منك، ما بيبقاش في فرق طبقاي كبير قوي أو المحيط اللي حواليك، فإلى حد ما بيحصل تقارب. أيوه دي بتفرق كتير. لأنه دي على اللونج ران أو على المدى الطويل بتفرق في الحياة نفسها. أيوه ليه؟ لأن أنت لو في فوارق طبقات عالية شوية بتفرق بعد كده في حتة التفاهم، حتة الفكر، حتة المحيط اللي حواليك. ايه رايكم انتوا بقى في جواز الصالونات ولا جواز حب، ولا تتجوزوا زي ماما وبابا، ولا تتجوزوا بطريقه مختلفه؟ ايه رايك بقى ان انا هبدا بالصغير؟ جانا انت شكلك عندك راي في القصه دي. تتجوزي ازاي؟ انا مش عايزه اتجوز اصلا. اصلا طبعا جانا ملكة جمال اسكندريه بقى وعندها بقى طموح تاني واحلام تانيه، صح ولا ايه؟ مخططة ان انت حياتك تبقى حاجة مختلفة عن ان واحدة تبقى متجوزة وبتربي بقى في الولاد والمسؤوليات انت عايز حق اي حاجات قبلها؟ يعني ممكن. طيب نرجع للكبير بقى، قولي بقى انت عايز تتجوز ازاي؟ زي بابا وماما؟ مش عارف، بس هو لسه 30 40 سنة على الموضوع ده مثلا. ده انتوا كلكم واخدين موقف في الجواز. لا هو مش موقف قوي يعني بصراحة. 30 40 سنة؟ أصل هو أنا في هندسة دلوقتي، وهندسة معروف إن ما فيهاش بنات. تقصد يعني إن البنات مش زي الكليات التانية؟ حاجة كده. البنات داخلين جد، علم ودراسة وجد. بعد كده لسه في ماجستير، دكتوراه، وبعد كده بقى الواحد لسه يأهل نفسه. وبعد كده يبتدي يكون نفسه ويتجوز. بس عموما يعني احنا ايام ما كنا احنا في الكليه، احنا كان في الكافيتيريا بتاعه الكليه بيجي لنا بتوع هندسه، اللي بيدرسوا هندسه واللي بيدرسوا مش عارفه طب، انت مش ملزم باللي موجودين في كليه هندسه بس، انت عندك الدنيا واسعه يعني. عموما كويس ان انت مركز في حكايه الدراسه دي، حلوه قوي، وفعلا حلو ان الواحد يبقى عنده اولويات. مش هسألك السؤال ده، انت لسه صغير بقى. انت لسه جريت تايم، صح؟ طيب نيجي بقى للشغل بقى. احنا عندنا مجال التدريس ده، عندنا فيه اسئلة كتير قوي، ومجال كهرباء، وحضرتك مهندس كهرباء، وبرضو عندنا طبعا في مجال الكهرباء اسئلة كتير جدا. نبدأ بمجال التدريس. انا عارف انك بتدرسي مرحلة الثانوي ومختلط، في بيبقوا ضد فكرة الاختلاط اصلا، انت شايفة انها فكرة بتفيد العلاقة العادية اللي بين الولد والبنت في المجتمع، ولا بتسيء ليها، ولا ويبقى ليها شروط؟ لا هي مهمة، لان حتى لو ما فيش اختلاط، لما هيخشوا الجامعة هيبقى فيه اختلاط. اني اواجه حكاية الاختلاط دي مع سن الجامعة بتحصل مشاكل كتير قوي. انما لو من الاول انا مؤهلة ان اوريدي انا بعرف اتعامل بين ولد وبنت، والبنت هناك عارفة ان ده ليها صديق، ليها اخ، ليها طريقه التعامل بينهم وبين بعض بتكون طبيعيه، فلما بتخش الجامعه ما بيحصلش مشاكل كتير من اللي بنسمع عنها. الولد كمان بيتعود ان عادي انا ممكن اتعامل مع بنت كاخت، بالزبط. كزميله، مش ضروري ابص نظره الولد للبنت، والبنت بالزبط. نفس الشيء بالظبط، فدي علاقه صحيه اكتر. انا حابه دي اكتر كتير، حتى ولادي مدارس يبقى ليها قوانين او رولز معينه. طبعا الموضوع مهم جدا. اولا اداره المدرسه دي مهمة قوي، ان هي بتبقى حاطة مشرفين للمراقبة من بعيد، يشوفوا طبيعة العلاقة بين الولاد والبنات عاملة ازاي، ولو في حاجة بيحاولوا انهم يصلحوها عن طريق المشرف الاجتماعي، بس من غير ما يحسسوا الولاد اللي موجودة. تاني حاجة، المدرس هو واقف في الفصل لازم يكون زائد ان هو بيشرح، وبيشرح كويس بتركيز، لازم يكون مركز قوي مع الولاد، طبيعة العلاقة بينهم، ويكون مصاحبهم. عشان يكون فترة سنة، مرحلة ثانوي دي صعب التعامل معاهم جدا، فانت شايفة ان اول حاجة ان يكون في صداقة، في صحوبية، في قرب، دي اساسي. على اساس ان هو لو في بنت ميالة او بدأت تميل لحد من زمايلها، يبتدي عملية تقويم من بعيدة عن طريق صداقة وبطريقة كويسة وبشكل لطيف من المدرس. أيوة. وهتتقبلها، لان انت بتكلميها كصاحبتك مش كمدرسة، وبتقول لها اوردر معين يعني. فدي انا شايفه انها مهمه قوي.
انت شايفه ان ده الاسلوب اللي قدرتي تنجحي بيه في التعامل معاهم في جداً المرحله دي الصعبه دي؟ اه بصي حضرتك لو اديتي امر ما حدش هيسمعه. ايوه. طب ومشاكل الثانوي يعني كتيره كتيره مراهقه من الولاد والبنات تغيرات كتيره قوي بيمروا بيها مشاكل بتقربي هنا من الاهل بتحاولي تعملي الصله الجميله اللي كنا بنسمع عنها بين المدرس واهل التلاميذ دي موجوده؟ بحب قوي ده. بحب قوي ان تكون على الاقل الام بتيجي المدرسه او حتى معايا رقم تليفونها بحيث ان لو في اي مشكله حصلت في تواصل بيني وبينها علشان تحصل عمليه تقويم سليم. فدي أيوة. لا مهمه جدا. ايوه. انما الاهل اللي ما بيسالوش عن الولاد في المرحله دي بتبقى حاجه مش لطيفه. وعلى فكره لازم بيحصل فيهم مشكله وما بتعرفش تقاوم بعد كده. لا مهم. وطب امتى بتلاقي ان لا لازم يبقى في شده بقى في التعامل؟ ما هو مش معقول تكوني على طول ماشيه باسلوب الرفق في كل كل التعامل. احنا بنشوف التلامذه وبنشوف التجاوزات في الالفاظ احيانا التصرفات الاهمال من البعض. امتى بتلجئي للحسم؟ لما بيكون الموضوع تخطى حدود الطبيعي، يعني حد بيبتدي لما تيجي تكلميه يرد عليكي بعدم مبالاه، تسمعي الفاظ خارجه، تلاقي ان علاقه بين ولد وبنت بدات تتخطى الحدود الطبيعيه، في حاجات كتير ممكن انت تتدخلي فيها بحسم جامد. طيب الدروس بقى ولا المدرس مش بيدي الشرح الوافي في المدرسه؟ انا ماليش في الموضوع ده. والمدرس اللي معتمد على الدروس مش بتدي خالص، مش بدي دروس. انا عندي الوقت ده نفسه بديه لاولادي. ده يستوي فلوس، انت شايفه فلوس الدروس كلها؟ ده يستوي الدنيا كلها. ايوه. عشان ولادي يطلعوا حاجه كويسه تشرفني واحس ان انا فرحانه بيها، انا ببني ثلاث عمارات فما ينفعش اسيبهم كده. ايوه ثلاث عمارات التعبير. انت بتبني ثلاث عمارات، ثلاث مؤسسات او شركات. بالظبط. الله. دول مهمين قوي، دول عندي اهم من اي فلوس في الدنيا. طب بتتعاملي بقى يعني مع ولادك نفس تعاملك مع الطلبه بتوعك؟ نفس السيستم، نفس الرولز؟ هو انا عندي مشكله مع ولادي اني بدلعهم شويه زياده. ودي حاجه مش حلوه بصراحه. بس غصب عني بلاقي نفسي ساعات بدلع يعني. يعني طبعا في نفس الرولز كله بس شويه حته دلع يعني. طب والدلع ده نتيجته ايه بقى؟ انت شايفه ان كنت بتحاولي تعوضي بيه ايه؟ انت يعني غياب مثلا بتغيبي عنهم، محاوله تعويض، ولا كانت ايه يعني؟ لا عايزه اظهر لهم حبي ليهم. يعني لازم يبقوا مرتبطين بماما قوي، فدي بيبقى شويه بتشدي وشويه غصب عنك بتعوضي ده بان انت لازم تحني ولازم تحضني وتبوسي وتدلعي وتخرجي ايوه يعني. طب المهندس اشرف، هنا بقى فتره الام اللي بتشتغل والاب اللي بيشتغل والولاد مراحل ورا بعض في السن متقاربين مش بعيد قوي، ما كنتش هنا معترض على شغل استاذه الشروق؟ لا. ليه؟ الشغل بيدي افق، بيدي رؤية واسعة شوية، بيكبر فكر، بيعلمك خبرات في الحياة ممكن ما تكتسبيهاش وانت في قلب البيت، لان انت ما بتحتكيش بطبقة معينة، انت بتحتكي بطبقات مختلفة، لان مثلا طبيعة شغلها هي عندها من فراش لحد مدير المستشفى لحد مدير المدرسة، دي ناس مختلفة بأسلوب معين في الحياة، بفكر مختلف، بطبقات مختلفة، فدي بتديلي خبرة في الحياة، الخبرة دي بتنتي بتاخديها بتقدري تديها لولادك. بمعنى أصح بتاخدي الشيء الكويس وتديه لولادك، وتاخدي الشيء الوحش وتديه لولادك. أيوه. عن طريق الخبرات اللي هي بتكتسبها. أيوه. فانت شايف جداً. ان ده بالعكس في مصلحه الولاد انها تكتسب خبرات، انها انت شايف ان القعده في البيت الى حد ما بتصيب المراه بالصدأ يعني او ال يعني مش الدرجه دي يعني مش لا لا مش الدرجه دي برضه، بس لازم بتبقى فيه في مراحل معينه لازم تبقى موجوده في البيت. بمعنى ان حضرتك عارفه كل الشركات او الحكومه او الكلام ده بتدي اللي هي سنتين ملازمة طبعا اللي هي في الاول. لكن ما يمنعش ان انت لو ممكن تاخدي اكتر منها، لانك في الحاله دي انت بتربي نشء صغير. زي ما بيقولوا كده التعليم في الصغر كالنقش على الحجر.
دي بتفرق كتير جدا. في البدايه لما بتدي الاساس بتاعك بيطلع مظبوط ما تخافيش عليه. ايوه. انت شايف يعني كام سنه المفروض تبقى قاعده جنب من اول ما الطفل يتولد لغايه كام سنه؟ انا شايف ان 4 سنين. 4 سنين. يا 4 سنين وراهم 4 سنين وراهم 4 سنين كده فين الشغل يعني كده انتهى خلاص الموضوع. طيب خلونا نكمل. في فرق برضه هي تشتغل في الفرق يعني. بالظبط. اه طيب كلنا الشركات دي والله اللي تدينا الاجازات دي اكيد مش هنبقى زعلانين. خلينا نستكمل حديثنا عن الاولاد وعن التدريس والمدرسين ودي حاجه مهمه جدا موضوع مهم جدا. هنشوف مع بعض تقرير ونرجع نستكمل حديثنا دي. طبعا المرأة في المجتمع بتاعنا هي بتمثل أمي وأختي زوجتي بنتي، بتمثل نصف المجتمع فعلا. المرأة عامة هي نصف المجتمع كمان هي كرمت في الإسلام في أكتر من موقف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء، و يعني المرأة هي تعتبر هي الديناميكية اللي بيقوم عليها المجتمع. هي الأم واللي بتخلق يعني جيل جديد وجيل كويس، وهي الاساس في البيت، هي العمود الفقري يعني. طبعا هي المراه زي ما بيقولوا هي بتمثل نص المجتمع، بس اللي انا شايفاه دلوقتي هي المراه بتمثل المجتمع ككل مش نص المجتمع. هي رقم واحد في البيت مع الاولاد، هي رقم واحد في الشغل، هي رقم واحد في المجتمع، هي رقم واحد في كل حاجه. دور المراه في المجتمع بالنسبه للمجتمعات الشرقيه اللي زي مجتمعنا بيختلف دورها عن دورها في المجتمعات الغربيه. في المجتمعات الشرقيه بنلاقيها بتبقى مسؤوله عن الاطفال ومسؤوله عن جزء كبير من مصاريف البيت ولازم تكون بتشتغل. المثل بيقول لك ايه؟ وراء كل عظيم وراء كل رجل عظيم امراه. فالست لو كانت بتحب جوزها وبتحب بيتها وبتحب وطنها هتبتدي الوطن، يبقى الوطن بتاعنا هيبتدي يبقى عالي جدا. ليه؟ لان هي الست هي كل حاجه. اهلا بكم مره تانية. نستكمل حديثنا مع اسره المهندس اشرف فاروق حلمي. واسالك سؤال ليك انت. انا سالت استاذه شروق ازاي تعاملت مع الولاد، ازاي كانت بتوفق. سؤال ليك انت، الولاد بيبقوا محتاجين الاب بصفه خاصه، الولاد كولاد والبنت طبعا، لكن هنا انت كنت موجود ولا كنت غايب عنهم في الفتره اللي هم بيبقوا محتاجين بقى للاب فيها الفتره اللي قبل كده؟ طبعا وقت الصبحيه هم في المدرسه وانا في الشغل. لكن الفتره بقى بتاعت بعد الظهريه لازم بتدي توجيه، لكن بتدي توجيه الى حد ما علشان لو انت شايفه في قصور، شايفه في قصور. ايوه. لو ما فيش قصور خلاص، لانه التوجيه الاولاني بيجي لازم من الام. انت دي شايف بداية. ان الام هنا البطله. طبعا دي لازم، بس الاب دوره برضو مهم جدا في مرحله المراهقه. ما يكونش للولاد. لا انا ما يكونش مهمش، لكن ليه دور انه بيرسم ازاي الولد يقدر يتعامل مع الحياه. لما بيلاقي في اخطاء لازم يصححها. يعني انت المايسترو من بعيد اللي بترسم ده لازم، ده لازم، ده دور الرسم وتبعد بعد الشغل. دور الاب. لكن الام هي الاساس. لان لو ما كانتش الاساس فيها الام مش هينفع اي حاجه. لان حضرتك الفترات اللي بيبقى فيها الراجل بره البيت اكتر من الست. طب انتوا رايكم ايه بقى؟ انتوا ما كنتوش مفتقدين بابا يعني ولا موافقين على كلامه؟ ان هو ليه دور اهم خارج البيت وانتوا ما كنتوش عايزين نتكلم بصراحه. اكيد ليه دور واضح يعني، بس عشان معظم الوقت كنا بنبقى في المدرسة، وبعد المدرسة حضرتك عارفة أنا عشان أجي فكنت أجي، فكان عندي الدروس
بتبقى في سنترز بره، او يعني المدرسه بيبقى في اوفرز اورز بره، فمعظم الوقت انا كنت ببقى ساعات في الشارع يعني. يعني انت نفسك مش فاضي، فانت ما حسيتش يعني انت نفسك عندك هندسه وقبليها اي جي، ودي حاجه صعبه جدا الاي جي، فانت ما بين مدرسه وما بين دروس مش حاسس خالص بغياب. طيب بالنسبه لشريف، انا عارفه ان شريف كمان عنده هوايات كمان. هو انا يعني ببقى يعني بعد ما اخلص سلام مدرستي بروح البيت بنام او باكل، بعديها بشوف لو ورايا مثلا واجبات مذاكره او كده، بعديها بيكون ورايا سلام لتمريني بقى في النادي. بتلعب ايه؟ توضح للمشاهدين عشان هم مش عارفين تمرين ايه. ووتر بولو. ووتر بول. تمام. ووتر بول انت مستمر فيه لغايه دلوقتي وتعتبر محترف يعني؟ ايوه. وجانا بقى هوايات ايه؟ هو انا برضه بروح المدرسه وبعدين برجع بنام زيه، وبعدين بصحى بذاكر مع ماما، ولو عندي اي دروس ماما بتوصلهاني يا اما السواق، وبعدين لو عندي باليه بقى بابا هو اللي بيوديني. والله بابا هو اللي بيودي الباليه، هو متخصص يعني توصيل الباليه عشان يوم الجمعه. عشان يوم الجمعه. ها باليه يوم الجمعه. وانت تبقي سعيده طبعا جدا بابا هو اللي موديكي الباليه. طيب قولي يا محمود، يعني هل هنا انت اخترت الهندسه عشان تبقى زي بابا في نفس المجال، ولا ايه السبب؟ بابا وجهك، ولا هنا بابا كان ديمقراطي وسايبك براحتك؟ لا هو الحقيقه كان ديمقراطي يعني، هو ما فرضش عليا اخش ايه بصراحه، بس انا فكرت في هندسه لان انا كنت بحب الفيزياء قبل ما اخش هندسه. بس وانا كان حبي كله بالفيزياء والحاجات دي كلها. قبل الهندسه والفيزياء انت حاولت تقريبا تدخل فنيه عسكريه؟ بس كان المجموع بقى الموضوع صعب قوي بتاع المجاميع ده. ايوه. عشان دايما المجاميع بتاعت الحاجات بتاعت الجيش او الحاجات الحكوميه بتبقى مجاميع عاليه قوي. ف يعني دخلت الحمد لله هندسه وبس. تمام. يعني انا كنت عايز كده اصلا من البدايه يعني. ايوه. طب كويس، يعني انت حققت حلمك. الحمد لله. تعتبر او في طريقك يعني تحقيق حلمك. ارجع بقى المهندس اشرف، نتكلم في مجال تخصصك ما اتكلمناش فيه، ومجال تخصصك بيهمنا جدا دلوقتي كهرباء. لكن نقول ان احنا الفتره دي على الاقل في استقرار في الكهرباء، مش زي الفتره كانت بتتقطع فيها على طول. انا ما اعرفش عندك تفسير فني، انا عارفه ان انت متخصص في المجال ده، عارفه ان عندك سنين خبره، عارفه ان انت بتشتغل في يمكن اكبر مصنع متخصص في مجال الكهرباء في الشرق الاوسط، فعايزين نستفيد بالخبره بتاعتك. باول سؤال ليا، ليه دلوقتي في استقرار الى حد ما، والاستقرار ده هيدوم ولا ايه فيما يخص انقطاع الكهرباء؟ هقول لحضرتك الحقيقه، احنا كنا الاول كان عندنا الحقيقه مهندس ماهر اباظه وزير الكهرباء، الراجل كان ليه فكره عاليه الحقيقه وعمل خطط واسعه، لكن كان من اهم الحاجات اللي عملها اربع حاجات: الصيانه نمره واحد، ودي في العموم بنفتقدها. نمره اتنين التدريب، ودي مهمة جدا، لما تيجي تحطي واحد في مكان ما هوش مدرب هيسبب لك مشاكل. نمرة ثلاثة حاطط خطط قصيرة، خطط متوسطة، وخطط طويلة المدى، بحيث انه كان حاطط خطط لوزارة الكهرباء لحد سنة 2025. مصر مرت بمرحلة في النص حصل فيها دروب جامد، وكان نتيجته انه صيانه توقفت، دي نمره واحد. نمره اتنين محطات كهرباء توقفت في البناء. نمره ثلاثه قطع الغيار ما كانتش موجوده. فكل ده كان ده كان لازم، لان انت حضرتك انت دلوقتي ما فيش حاجه في حياتك من غير كهرباء. أنا آسف يعني حضرتك لو رحت للكوافير برضه تستخدم الكهرباء. أيوه فعلا. فالكهرباء مهمة جدا جدا. لما بتنقطع بالظبط كده، بالظبط كده. مش عارفين نعيش من غيرها. هي طبعا والمية يعني. طبعا. لكن ما هي برضه من غير الكهرباء ما فيش مية. ما هي محطات الكهرباء برضه بالمية. أيوه. محطات المية بالكهرباء. طب النقلة جت إزاي؟ يعني ليه لقينا مرة واحدة
الدنيا ما كويسه وماشيه كويس ومفيش انقطاع في القرار، يعني ازاي دي هل كل ده تم اصلاحه مره واحده؟ الحقيقه اتحطت خطه مكثفه في الفتره اللي فاتت، واتعمل امراض حاجه اسمها امراض جسيمه، لكن لما ما بيتعملش الصيانه الوقائيه والصيانات العاديه الدوريه دي بتقلل من عمر المعدات، فقللت من عمر بعض المعدات في قلب محطات الكهرباء، كان نتيجتها حصل دمج عالي. بدأوا في فترة حطوا خطة صغيرة، يعني في فترة صغيرة نعملوا استبدال لحاجات كتيرة في محطات الكهرباء، زائد كانت في محطات موجودة تحت الإنشاء أسرعوا بيها، ففرقت كتير إن أنت إنتاجك من الكهرباء زاد. مش هنقول إن هو بيغطي بنسبة 100%، لكن أتليست ما بتحسيش بأزمات. متوقع ان انا لو ما مشيناش على نفس الوتيره بتاعه الاصلاح دي والصيانه والتجديد والوعي بحجم المشكله علشان قبل ما تحصل ممكن نتعرض تاني لنكسه؟ طبعا. طبعا، ولذلك لو حضرتك اخذت في بالك الحقيقه من اهم الحاجات اللي بدا بيها رئيس السيسي الحقيقه كانت وزاره الكهرباء، انه مدلها ايد جامدة، فلوس، زيارات لدول مختلفة، شركات كبيرة، بالتالي انت عندك النهاردة مفيش مشكلة في الكهرباء، لكن في خلال السنتين ثلاثة اللي جايين دول لازم هتتحط محطات كهرباء جديدة لسبب واحد، انت حضرتك دلوقتي بتعملي تقريبا مدن جديدة زي العاصمة الإدارية، زي الإسماعيلية الجديدة، زي رفح الجديدة، زي الجلالة، التوسعات اللي بتتعمل في المدن اللي موجودة زائد المصانع، ولازم يكون عندك الحتة دي قوية جدا، لأن من غير دي بنية تحتية ولازمة لعمليات الاستثمار. المستثمر مش هيجي عندك عشان يشتغل في بلدك إلا إذا كان عندك بنية تحتية قوية واهمهم الكهرباء. ايوه، فدي كانت لازم تفضلي بيها. وفي محطات، يعني هي انت لو حضرتك تسمعي عن محطه بني سويف، محطه اسيوط، محطه دي من ضمن الحاجات الجديده والمتطوره اللي هي في شركات المانيه زي ما احنا شفناها بتمدينا باحدث. لسه بنستعين بخبراء اجانب وبنحتاجهم لسه؟ لسه محتاجين نستعين بيهم. لان ليه دايما بنحتاج لخبراء اجانب خصوصا في المشاريع الكبرى وفي المؤسسات الكبرى؟ يعني وليه مش بيعملوا صف تاني ليهم من المصريين؟ ليه دايما احنا محتاجين الخبير الاجنبي عشان يمشينا كويس او يحل لنا مشاكلنا؟ يعني انا افهم دي تبقى لفتره مؤقته لكن مستمره لغايه دلوقتي ليه؟ بص هقول لحضرتك، انت بتحتاجي الخبير الاجنبي لسبب واحد، لانه بيمدك بحاجه جديده انت مش عارفها، لكن بمجرد ان هو الحاجه دي بتاخديها منه بتبتدي تعملي كوادر عن طريق التدريب. دي بتخليكي النهارده بعد فتره انا بقول لا للخبير الاجنبي، لكن ما اقدرش استغنى عنه بنسبه 100%. ليه ما اقدرش استغنى عنه بنسبه 100%؟ بالظبط ليه؟ لان انت التطور اللي موجود في الهاي تك والاجهزه بره سريع جدا، احنا لسه ما واكبناهوش، فلازم من حين لاخر لازم يبقى عندك خبره علشان انت تقدري تستوعبي التحديث اللي بيحصل وتقدري توصلي لمنظومه انت تقدري تمشي عليها. وخير مثال الصين. ايوه، الصين هي كانت ايه وبقت ايه عن طريق الحته دي. احنا عندنا الصين مثال في كل حاجه عايزين نقتدي بيه في كل حاجه. طيب انا عايزه يعني اقول اذا كان في ايجابيات حصلت في مشكله الكهرباء، في شويه شكاوي وما لا تخفي على حد ان احيانا الفواتير بتيجي صعب احيانا، وسمعنا حلقات كتير في الاعلام بتوجه المواطن. نحب ان احنا نعيد لو فيها جزء المشكله بيقع او سببه استهلاكنا احنا عيبه المواطن، فنساعده نقول له ازاي يرشد الاستهلاك الكهرباء. اقول لحضرتك هي بمنتهى البساطه جدا، لو حضرتك قاعده في البيت وقاعده في الاوضه وقمتي عاوزه تروحي المطبخ فبتعاوزه تجيبي كوبايه ميه، دخلتي ولعتي النور
وبعدين فجأة اكتشفت ان انت عاوزة حاجة من الأوضة التانية، فانت سبتي أوضة مطبخ أوضة تانية. دي معناها استهلاك للكهرباء أعلى من المعدل. أنا متواجد في مكان أو أنوره، مش متواجد ما أنوروش. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في ناس بمنتهى الهدوء اللي في قال ربنا في الدنيا، أنت حضرتك مولع التلفزيون مولع النور وفجأة نمتي كهرباء شغالة. في بيسيبوا التلفزيون شغال؟ لا، والنور والنور والنور. الحاجة التانية بس بقى، هل ده بيسحب كهرباء كتير قوي؟ أنا أفهم أجهزة التكييف والتلاجات لكن كمان النور العادي بيسحب كهرباء. بص هقول لحضرتك، تقريبا يعني لما تيجي تشوفي استهلاك أو معظم استهلاك الكهرباء في حاجتين اتنين، الإضاءة والتكييف، أو اللي حاجة بتحوليها لشكل تاني من كهرباء الحاجة، زي مايكرويف، زي المكوة. ما انت بتحولي الغلاية دلوقتي بالشاي بالظبط، دي بتحوليها. في التحويل ده بيحصل فاقد كتير، دي بتفرق برضه عندك في استهلاك الكهرباء. لكن في العموم هو المفروض ان الناس، انا خرجت من مكان اطفي، هخش واطلع 10 مرات اولع واطفي 10 مرات، ما فيهاش مشكلة طالما ان انا مش متواجد في هذا المكان. الحاجة التانية هو الحقيقة في دلوقتي اللمبات الليد اللي موجودة في السوق دي جميلة جدا، لانك بتوفري تقريبا من 75 لحوالي 90% من قيمة استهلاكك للكهرباء. فبتنصح بيها. بيعمل معاكوا ايه بالمناسبه في الكهرباء في البيت؟ هو حاطط لي لمبات ليد في هو عامل كده بقى؟ ايوه ده حقيقي. النور والاوضه دي مستعمله مولع عليه والتكييف لا بجد لمبات فرقت معايا جدا في استهلاك الكهرباء. طبعا جدا. انت مش متخيله يعني، انا في شهر دفعت مبلغ كبير جدا. أيوة. لما غير اللمبات يمكن نزل بشكل فظيع، يعني ربعه تقريبا. وبتحاولوا توجهوا الولاد في استخدام الكهرباء؟ هو قدوة بالنسبة لهم. أيوة. هم شايفينه الحقيقة. أيوة. طيب اسمحوا لي ان انا استكمالا برضو حديثنا عن الكهرباء، ان احنا نشوف تقرير عن الكهرباء ونرجع نستكمل حديثنا. يعرف العلماء التيار الكهربي عادة بأنه تحرك أو تدفق الجسيمات المشحونة كهربيا والذي يقاس بالأمبير. وعلى الرغم من الاكتشاف المبكر للتيار الكهربي، إلا أن العلماء لم يتمكنوا من استخدامه في التطبيقات العملية إلا بحلول القرن 17، وجاءت الخطوة الأهم بتطبيق علم الكهرباء في الحقل الصناعي والاستخدامات السكنية في أواخر القرن 19. ومنذ هذه اللحظة غزت الكهرباء مختلف مناحي الحياة البشرية وغيرتها تغييرا جذريا لتصبح واحدة من أهم مصادر الطاقة والتي يعتمد عليها البشر في مختلف نواحي الحياة. يذكر أنه وبالرغم من معاناة مصر في فترة سابقة من أزمات تتعلق بالكهرباء، إلا أن مشروع الضبعة النووي الذي تبنته الحكومة يعد بمستقبل باهر لمصر في مجال الطاقة. أهلا بكم مرة تانية، واسمع بقى اسمعكم وبتشاركوا في الحوار كده، انتوا مش مشاركين معايا على فكره كويس. انا ما عرفتش حلم كل واحد ايه، انه يبقى ايه. يعني انا عرفت طبعا محمود خلاص راسم مستقبله مخطط ومحدد. انت بالنسبه لك ايه يا شريف؟ وانا الحقيقه نفسي اطلع يعني ظابط جيش بقى، شرطه، ظابط. فكره الظابط ليه يعني؟ بتحس يعني ايه السبب اللي مخليك عايز تبقى ظابط ومش محدد جيش او شرطة؟ ففكرة الظابط نفسها جذبتك في ايه؟ حبيبها يعني، اللي هي المغامرة. يمكن عشان جده ظابط شرطة وظابط جيش. يمكن ده مأثر شوية.
كان بيقعد كتير قوي مع بابا يسمع منه. ايوه بيحب جدا الحكايات بتاعته والاواضي اللي كان بيطلع فيها وقبض على مين وعمل بابا ايه. بابا كان ضابط شرطه. الله يرحمه. ووالد حضرتك المهندس اشرف كان والدك ضابط جيش. جيش. مهندس برضه. مهندس برضه. دراسه في العيله الموضوع ده. ايوه ايوه واضح كده هي دراسه. ايوه بس حاجه جميله ويا ريت احنا نعرف نعملها مع ولادنا ان احنا نحببهم في المهمه اللي احنا بنقوم بيها والوظيفه ونبقى قدوه ليهم لدرجه ان هم يحلموا يبقوا زينا. يعني دي مش موجوده قوي في الاجيال الجديده. طيب انا عايز اقول لكم ان احنا دلوقتي في فقره الصراحه. بنختار كل مره موضوع بنتكلم فيه بمنتهى الصراحه ولازم نبقى قدها، يعني نتكلم بصراحه. انا بتكلم عن ظاهره هي واضحه لينا كلنا وهي ظاهره الطلاق، خصوصا في الجيل اللي هو جيل الشباب اللي هو ما بقاش يصبر على المشكله. عندنا مشاكل مش متفاهمين خلاص نسيب بعض. فعايز اعرف راي كل واحد. بصي هي في اسباب كثيره للطلاق. في ممكن اختلاف في المستوى الاجتماعي، يعني واحد عجبته واحدة وهي في مستوى اجتماعي تاني غيره. لما بيتجوزوا بيشوف الشخصية على حقيقتها فبيلاقي ان دماغه كانت فيها حاجة تانية فما لازم يسيبوا بعض. يعني شايفة ان فروق المستوى سواء التعليم او المستوى الاجتماعي او الاقتصادي. دلوقتي لو في مشاكل اقتصادية في الأسرة وملهاش حل نتيجة الأجواء اللي احنا عايشين فيها دلوقتي والغلا واللي بيحصل دي هتكون من الأسباب المهمة جدا للطلاق. مش عارف يصرف على البيت وهي مش عارفة تعمل حاجة. الحالة الاقتصادية بتأثر على كل حاجة، بتأثر على الجواز البنات، السن بيتأخر، العنوسة على الطلاق، نسبة الطلاق طبعا. بالظبط بالظبط. حاجات كتيرة بتأثر. تدخل الأهل. تدخل الأهل ده من أبشع الحاجات اللي ممكن تأثر في حكاية الطلاق. يعني أنا مش بحبها ومن الأول أنا وهو كنا مش عاوزين تدخل أي حد بينا. ما واجهتيش يعني مشكلة دي انت حطيتي هي احنا كنا حاطين يعني قوانين لحياتنا يعني. فما واضح ان كان في بوادر المشكله دي بصراحه كده، لكن انت حطيتي حد ليه؟ لا احنا من الاول مش عاوزين اصلا ان يكون في حاجه زي كده بينا. عايزين بيتي يبقى كويس ماشي صح، نربي اولادنا بطريقه صح، نعمل بيت صح قوي. يعني انتوا استقليتوا تماما عن الاهل. في بيقولوا بالعكس الاهل بيبقوا اضافه وبيبقوا سند والام بتبقى ام تانيه مش حما. بصي حضرتك انا لو بنتي وانا متدخله في حياتها وجا جوزها زعلها الطبيعي ان انا هعمل ايه؟ هاجي في صف بنتي وهزعل من جوزها من غير ما اسمعه هو بيقول ايه. ده طبيعي يعني دي حاجه تلقائيه، فالاحسن ما يعرفوش. ايوه وهما الاثنين هيحلوا مشكلهم مع بعض. طب مهندس اشرف عندي اسئله ليك، انت لسه ما قلتش وجهه نظرك. لا عندي اسئله كتير بس اسمحوا لي برضو اخرج لتقرير عن الطلاق، راي بقى الشارع في ظاهره الطلاق دي ايه ونرجع تاني نستكمل حديثنا. نسبة الطلاق في مصر حاليا دلوقتي البطالة، الفقر، عدم تفاهم الزوجين. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كانت انعدمت المودة والرحمة بين الزوجين فلا حياة أسرية تستمر. مشاكل الحياة وضغط المعيشة، الفقر اللي هو بين الأسرتين هو ده اللي بيخلي الحياة الزوجية تبقى ضعيفة، ما بتكملش للنهاية. وزاد المشاركة بين الزوج والزوجة هي ديت اللي ممكن تأثر عليهم، ان ما بيتعاونوش، الزوجة ما بتعاونش مع جوزها، الزوج ما بيتعاونش مع مراته، فعشان كده بتحصل الطلاق. عدم الالتزام بالأمور الدينية، عدم فهم كل طرف للآخر، بمعنى ان الرجل له طبيعة والست لها طبيعة، تمام؟ فاما فهمتش الطبيعه ديت الخامه دي بتتكون من ايه وبتتعامل ازاي ولها كتالوج معين بتتعامل على اساسه، ف
فبالتالي مش هعرف اتعامل لان انا مش فاهم. أهلا بكم مرة تانية. نسمع رأي المهندس أشرف في ظاهرة الطلاق. أكيد مرت عليكم مشاكل، أكيد في الأول بالتحديد يعني بيبقى فيه مشكلات كتيرة على بال ما أنت بتتطوع، على الطباع، على بال ما بيحصل تكيف. فإزاي أنتوا تعديتوا المرحلة الصعبة لو إحنا في فعلا معترفين في مرحلة صعبة في الجواز؟ هقول لحضرتك على حاجة، الكمال اللي لوحده، مفيش حد كامل، وما تقدريش تقولي او الانسان اللي بيقول ان انا كامل اسف لا يوجد. ليكي ميزات وليكي عيوب. لو انت قدرتي تعرفي مزاياك وعيوبك ومزايا اللي قصادك وعيوبه، هتقدري تتلاشي حاجات كتير، تفرق كتير جدا. طبعا هي لو انت حضرتك بتبصي لموضوع الطلاق كنظرة عامة موجودة او ظاهرة موجودة في البلد دي لأسباب اولها اقتصادي، مش عشان لاقي فلوس او مش لاقي فلوس، لا، لانه انت حضرتك لما تيجي تبصي البلد مرت بمراحل مختلفة، كان فيها ازمات اقتصادية، حصل فيها انفتاح في فترة من الفترات، الناس بدأت ما بتفكرش غير في فلوس، حصل سن التفكك الأسري. التفكك الأسري ده مش معناها ان كل واحد بقى في ناحية، لا، بس ما بقاش فيه الترابط بتاع زمان. اللي هو بمعنى أصح ان كان كل عيلة لها كبير. في حاجة بتحصل تلاقي كبير العيلة هو اللي بيتصرف. دي حاجة. الحاجة التانية جت في فترة من الفترات، ودي لفترة طويلة جدا، ان كل واحد عايز يسافر دوله عربيه علشان يجيب فلوس من هناك. هو موجود هناك، الام موجوده مع العيال، ممكن ان الام نفسها ما تقدرش تركز وما تقدرش تبقى اب وام في نفس الوقت، فبيحصل انه في جزء في الافكار ما بيبقاش موجود. ده بيسبب مشكله انه في الاخر خالص بتجدي قيم ما بقتش موجوده. يمكن الطموحات كمان زادت، لاننا بقينا نشوف حوالينا بقى في فروقات اجتماعيه كتير. زمان كانت الاسره بتمشي حالها الام على قد ما تقدر، يعني حاجات بابسط الحاجات بالظبط. دلوقتي الموضوع اختلف تماما والتفكير اختلف، واولادنا عايزين على طول وطموحين جدا، خلينا نقول عليه طموح يعني، بما لا يتناسب مع لا الامكانيات ولا القدرات حتى الشخصيه. مظبوط. دي لسبب برضو، لو حضرتك بصيتي لانه في الاول ما كانش فيه، وامكانيات الاسره كانت الى حد ما ليميتد، محدوده، بعديها حصل الانفتاح الاقتصادي، فبنفس الشيء لما تيجي حضرتك، وده مجال حضرتك طبعا الاعلام، زمان كان في حاجه اسمها القناه الاولى والقناه الثانيه والراديو، واقصى طموح لأي واحد انه يروح السينما او المسرح. حضرتك دلوقتي في الدنيا اختلفت، قنوات وفضائيات وفسح فيسبوك ويوتيوب بالظبط. القصه دي بدات تخلي ان ممكن يتنقل لك فكر انت مش عاوزاه اساسا. الفكر ده قد يكون في بعض الحاجات اللي هي الصح وبتقدر توصل لك بسهوله. أيوة. كان الاول بتعمل عليه كنترول، دلوقتي تقدريش تعمل عليه كنترول لانه اي تمام. طب كنا نسمع زمان عن الاسباب الشخصيه اللي بتؤدي لطلاق، لخلاف، زي مثلا دي بتغير عليا قوي، ده بيغير عليا قوي. دلوقتي ايه الغيره دي لسه بتسبب برضو بالنسبه لكم انتوا بقى؟ الغيره اخبارها ايه؟ نبدا بيكي ولا بي ولا هو اللي بيغير؟ هو اللي بيغير طبعا، ليه حق يعني. يعني هو اللي يغير طبعا يعني، بس الغيره المعقوله ولا والله ساعات وساعات يعني، هي على حسب.
انما انا عندي ثقه فيه، لان انا عارفه انه بيحبني وبيحب ولاده جدا. ويعني ما تخليها تغير شويه يا باشمهندس، واضح انها مش يعني مطمنه قوي. انا بهدي النفوس. هو مطمني. واضح ان الغيره في الاتجاه ده بس. البيت لما بيبقى من الاساس كويس فانت بتطلعي على نفس المنوال. يعني هو الوالد طبعا الله يرحمه عمل ثلاث حجات فوق الخمسين عمره، فالحته دي الدينيه عندنا موجوده. طالما الدين موجود ما تخافيش من اي حاجه. اي صح، بس الدين المعتدل. الدين المعتدل ما دام موجود خلاص، وده اللي بتحاول انت تغرسه في ولادك. اه طبعا. وخلاص وسايبهم بقى ينطلقوا، انت واثق خلاص انت غرست ايه. ايوه بالزبط. جميل الكلام ده، ايه رايكم في الكلام ده؟ انا عايز اسمع رايكم في حاجه تانية. تتمنى اللي انت هتتجوزها يبقى فيها ايه من ماما وبابا؟ ايه الصفه اللي اكتر صفه عجبك؟ اكتر صفه عجباني هو ما فيش حد هيبقى زي ماما وبابا يعني. يعني خلينا لو لو هنفنطها لصفات مش هيبقوا زيها بس هيبقوا قريبين منها. مش عارف، بس انا اهم حاجه تكون بتعرف تطبخ. طب انت بتحب الاكل بقى؟ بصراحه بتحب الاكل قوي. طب ماما بتعرف تطبخ قوي. طب كويس ان انتوا بالرشاقه دي، يعني ما انا مش شايفه في حد فيكم وزن زياده، يعني الرياضه يمكن. يمكن ايوه. طيب يعني انت بتعرف تطبخ وبس، لكن لا ذكيه ولا شاطره ولا جميله ولا تكون متفوقه مثلا وليها طموحات واهداف وكده يعني. ولا وذكيه بس يعني، هو الشكل ما بيفرقش يعني، اصل ده مش كل حاجه. الطبيخ هو اللي كل حاجه يعني؟ بصراحه اه. انا عادي. بالنسبه بقى لشريف ما فكرتش فيها قبل كده يعني. انت صغير ما فكرتش؟ طب ما فكرتش. طب اكتر صفه بتحبها في ماما وبابا؟ الطيبه يعني، هي بس الطيبه. وجنى؟ طيبه برضو. هنقلد بقى يا جنى؟ هنستسهل ونقلد؟ فكرت حاجه ثانيه. تحبي ايه اكتر حاجه في ماما؟ شكلها. اي انا قلت هتقولي كده، شفتي؟ طيب خلينا نسال سؤال يعني احب اساله دايما، لما بتتجمعوا في البيت وبتقعدوا سهره عائليه مع بعض في البيت كده، بتتجمعوا تتفرجوا على ايه؟ بصي احنا يعني بنختلف مع بعض يعني في الاراء يعني. اجنبي ولا عربي؟ ولو عربي ايه؟ عشان احنا عايزين نعرض لكم حاجه بتكونوا بتحبوها. انا واشرف بنحب جدا الافلام القديمه العربي. الابيض واسود. جدا. وانت كمان يا محمود. وانا كمان. وجانا. بحب اسماعيل ياسين. الله عليك. انا عايزه اقول لك متعه بالنسبه لي ان انا بتفرج على اسماعيل ياسين. طيب احنا هنحاول نزع لكم حاجه لاسماعيل ياسين علشان تتفرجوا عليها معانا. وبندعو الساده المشاهدين هم يتابعوها برضو معانا ونرجع نستكمل حوارنا معاكم.